هاي الزمرد من الأحجار الكريمة الثمينة يلي لونها أخضر ويلي بتتقدم عادة بذكرى زواج العشرين، الخمسة وتلاتين والخمسة وخمسين. كولومبيا بتضم العدد الأكبر من هالأحجار وبتنتج 50% من الزمرد بالعالم. آدم أحجار الزمرد عمرها أكثر من 1,970,000,000 سنة، وأول أحجار تم اكتشافها بمصر سنة 1500 قبل الميلاد. الزمرد كان الحجر المفضل عند كليوباترا، أما الإسبان فكانوا يبادلوا هالأحجار مقابل المعادن. بعض الاعتقادات الفولكلورية بتقول إنه إذا الواحد حط حجر زمرد تحت لسانه بيقدر يشوف المستقبل، وإنه هالحجر بيحمي الذاكرة وبيقوي الحدس، وفي ناس كانوا يستعينوا بالحجر ليعرفوا إذا حبيبهم صادق يأما لا. مين قال إنه حجر الزمرد الخاص بـ The Duke of Devonshire يعتبر من الأكبر بالعالم وبيوزن 1383.93 قيراط؟ أنا قال بشوفكم بكره.